موقع بينفرد بتصميمه المعماري عن كل منشآت عصره المملوكي. هو ضمن مجموعة متعددة الأغراض، مدرسة لتدريس مذهب واحد، سكن للأمراء وأروقة للطلاب، فندق لإقامة التجار الأجانب، وحوض لشراب الدواب. نحن الآن أمام الإيوان الرئيسي لمدرسة ومسجد الأمير أيتمش البجاسي، المولود الجميل القمر المدير. في أيام السلطان الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك البرجية، أنشأ الأمير سيف الدين أيتمش البجاسي مسجده سنة 785 هجرية 1383 ميلاديا. المكان ده هو مسجد الأمير أيتمش المملوكي. الأمير أيتمش المملوكي ظهر الحقيقة في فترة من التاريخ فاصلة، هي فترة انتهاء الدولة المملوكية الأولى اللي أسسها الظاهر بيبرس وسلطان قطز، والدولة المملوكية الثانية اللي هي الدولة المملوكية أو المماليك البرجية. دولة المماليك البرجية أسسها الظاهر برقوق، وكان أمير سيف الدين أيتمش له دور كبير جدا في تأسيس هذه الدولة ووصول هذا الرجل إلى سدة الحكم في مصر. كان له دور كبير جدا في وصول السلطان الظاهر برقوق إلى سدة الحكم داخل الأراضي المصرية، ولذلك أخذ مكانة كبيرة مقربة من السلطان الظاهر برقوق. يختلف هذا المسجد عن معظم المساجد اللي شيدت في هذا العصر، فإنه يتكون من إيوان واحد وهو إيوان القبلة، وبصدره المحراب. الحقيقة أن هذا المكان أسس لتدريس المذهب الحنفي خاص، والمكان ده أو المسجد ده بيمتاز أو بيتميز على غيره من الأماكن أو مساجد الدولة المملوكية، مع أن الطراز بتاعه كله طبعاً طراز مملوكي وبيغلب عليه الطراز الإسلامي، إلا أنه بيتميز بأن هو الإيوان بتاعه إيوان واحد، صحن واحد بس اللي هو صحن المسجد. على طول في صدر المكان ده بنلاقي القبلة أو بنلاقي المحراب وبجواره المنبر. في الضلع الجنوبي الغربي من الإيوان بابان، أحدهما يؤدي إلى غرفة كانت تستخدم فيما مضى كخزانة للكتب، أما الباب الثاني فيؤدي إلى خلاوي الطلبة الذين كانوا يأتون إلى المسجد لتعلم المذهب الحنفي. أمير أيتمش لما أسس هذا المكان لتدريس المذهب الحنفي كانت الدولة المملوكية بتهتم بجوار المسجد وبجوار التدريس إلى نوعية من العلم خاصة جداً، هي نوعية العلم الصوفي أو التصوف. ولذلك لما بنى المسجد وبنى المدرسة هنا عمل حاجة اسمها خلاوة الطلاب أو خلاوي الطلاب. خلاوي الطلاب جمع خلوة، وكأن هو الطالب كان لازم يكون له خلوة، طالب كان لازم يكون له خلوة مع الله سبحانه وتعالى، كان لازم يخلو بعد الدرس طول النهار وبعد الصلاة في المسجد وبعد ما بيتلقى الدروس الدينية والدروس الفقهية. وهنا بيعكس لنا على عكس ما يتبادر إلى أذهان الناس أو بعض الناس ما هي فاهمة إن التصوف بعيد عن الفقه وإن التصوف ما يعتمدش على علم فقهي أو ما يعتمدش على أصول إسلامية مظبوطة أو على أصول عقدية مظبوطة. لا بالعكس، كل العلوم الصوفية تمتد أصلاً أو تستمد المنهج بتاعها من المناهج الإسلامية الصحيحة ومن العقيدة الإسلامية الصحيحة ومن المذاهب الفقهية الصحيحة، المذاهب الأربعة.
للمسجد واجهة واحدة تطل على شارع باب الوزير، وتشمل أيضاً المدفن والقبة، وتشتمل هذه الواجهة على السبيل ويعلوها كتاب، كذلك مدخل المدرسة والمئذنة. هذا المسجد كان يأتي إليه الطلبة لدراسة المذهب الحنفي، ولذلك يتم إنشاء هذه الأروقة في الجانب العلوي أولاً بهدف تدريس المذهب الحنفي، ثاني هذه الأشياء بهدف سكن الطلاب في هذه المدرسة أو في هذا المسجد. وتشير روايات التاريخ أن الأمير أيتمش البجاسي لم يدفن بهذه المنشأة، ودفن بسجنه بقلعة دمشق. المتعارف عليه أن هذا المسجد له شهرة كبيرة جدا في الناحية الأثرية، وخاصة في عصر الدولة المملوكية. أيتمش البجاسي أنشأ هذا المسجد، والمعروف أن الأمراء المماليك كانوا ينشؤون المساجد وإلى جوارها ينشؤون الأضرحة التي يدفنون فيها فيما بعد، وهذه الأضرحة كان لها يعني في عملية الإنشاء وعملية البناء وضع خاص، حيث يتم إنشاء الضريح في الجهة المقابلة للشارع مباشرة، ونحن على شارع باب الوزير الآن. تم إنشاء هذا الضريح بهدف أن يترحم المارة في هذا الشارع على من يسكن هذه القبور من الأمراء المماليك، لكن هذا الضريح لا يحتوي على جسد أيتمش البجاسي لأنه قتل في دمشق في ذلك التوقيت. هذا المكان قلعة أثرية مهمة جدا داخل آثار دولة المماليك داخل الأراضي المصرية، وهذا يدلل على شيء مهم جدا، أن مصر كانت دولة حاضنة وأنها دولة نجحت في جذب العديد من أبناء الجنسيات المختلفة بهدف تعليم العلم، بهدف أن يأتوا إلى العلماء المصريين الذين ملأوا الآفاق. وفي لغة وسط آسيا، أيتمش تعني المولود الجميل كالقمر المضيء، صاحب دور سياسي كبير في العصر المملوكي، وترقى في عدد من الوظائف حتى أصبح من كبار الأمراء. طبعاً مر على المكان ده فترة طويلة جداً وهو يقوم بدوره في التدريس والصلاة وتدريس المذهب الحنفي وقبول الطلاب وإقبال الطلاب عليه وإقامتهم، وكان حتى يعني عليه رحمة الله أنشأ لهم مكان للمنام ومكان للدراسة، وأنشأ لهم مسقى، وأنشأ لهم حتى مكان للخيول يربطوا الخيول فيها، يعني ما شاء الله توسع جداً. بعد الفترة دي كلها ما مرت في العصر الحديث، بدأ المسجد الأماكن ترتفع عليه، وبدأ يحدث فيه بعض الشروخ في المسجد، وملوحة المياه وملوحة المكان بدأ يظهر فيه بعض التصدعات، وبعض الأحجار وبعض الزخارف الموجودة تتهدم أو تسوء الحالة بتاعتها. هنا نهضت الدولة المصرية في إطار مشروع تطوير القاهرة القديمة أو تطوير القاهرة الفاطمية، نهضت الدولة المصرية لهذه الأماكن كلها ترميماً وإعادة إعمار وإعادة ازدهار، ولكي تعيد لهذه الأماكن قيمتها التاريخية، لأننا نستمد حاضرنا ونستمد واقعنا من ماضينا ومن تاريخنا العريق. المسجد كان بيعاني بشكل كبير من تأثر الجدران مع ارتفاع نسب الرطوبة، واللي ظهر على الواجهات والمدخل الرئيسي خاصة الواجهات الحجرية، لكن تم ترميمه على مر العصور، وفي وقتنا الحالي بيشهد عملية ترميم خلال المرحلة السابقة عشان تعود للمجموعة بطرازها الفريد مرة أخرى واجهة أثرية وسياحية لكل الزوار من جميع أنحاء العالم.